شحات قرآن دوت كوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وما آمن
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا واصنع ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى زوجين
حتى وقال اركبوا فيها
وقال اركبوا فيها بسم الله ويا سماء
وقيل يا ونادى نوح ربه فقال
أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام وبسلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.
إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم. شحات قرآن.com